دروس، يتم إعادة الأعداد للصغيرات. النقابة تقول لا، راهو مازال ثم اجتماع لليوم. في نفس الوقت سمعنا أنه اليوم ثم وقفة احتجاجية للأولياء قدام مجلس نواب الشعب. ما نعرفوش إذا كانت الوقفة الاحتجاجية هذه من تنظيم جمعية الأولياء والتلاميذ، لأنه شفنا في المدة اللي فاتت كان عندها برشا مواقف وتحرك فيما يتعلق بالموضوع هذا. الجمعية هذا اللي باش نفهموه أكثر من رئيس الجمعية سي رضا الزهروني اللي حضر معنا بالتليفون. مرحبا بك سي رضا، شكرا لك على قبول التدخل معنا. بخير وشكرا على الاستضافة وتحياتي لمستمعي راديو مات. مرحبا بك. دونك نبداو ساعة سي رضا بالوقفة الاحتجاجية. احنا سمعنا اليوم ثم وقفة احتجاجية للأولياء قدام مجلس نواب الشعب. هل الجمعية يعني هي اللي دعات للوقفة هذه ولا لا؟ لا، الجمعية ما عندها حتى دخل في تنظيم هالوقفة هذه. هي بالنسبة لوقفة نظموها أطراف أخرين. احنا المهم متاعنا مركزين على التعامل مع المستجدات الأخيرة اللي هي صايرة فيما يتعلق بالملف متاع الأضراب متاع الأساتذة. بالأكيد. دونك انتوما موقف الجمعية كيفاش كان من نهار اللي بدات الأزمة لليوم؟ كيفاش كان تحرككم؟ شنو اللي يعني موقفكم انتوما من الإضراب هذايا، خاصة وانه البارح كما شفتوا وشافوا وسمعوا التوانسة الكل كانت صارت مستجدات فيما يتعلق بالإضراب هذايا. شفنا النقابة والاتحاد يقول حاجة، ومن بعد خرجت الجامعة العامة قالت حاجة أخرى. دونك انتوما اليوم ثم موقف من اللي صار أمس على الأقل فيما يتعلق بالمستجدات ولا لا؟ هو شوف، احنا نلخص شوية الموقف نتاعنا فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة. هو شوف، انا نعرفه انه الناس الكل تعرف، لكن احنا التدخلات نتاعنا والبيانات نتاعنا كانت تتأكد على خطورة الوضعية وعلى الضرر الذي يحصل للتلامذة والعائلات. ديما بالأساس كان الموقف نتاعنا في الاتجاه هذايا، وديما كان المواقف نتاعنا الكل الداعية إلى الحوار وإلى الجلوس إلى حوار مسؤول وإيجاد حل في أقرب وقت ممكن. هذا هو أببري معناتها التفاعل نتاعنا. والبارح مع القرار نتاع السيد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل كنا فرحانين برشا، قلنا والله هو وصلنا إلى الى الى حل حاله الامور والى حل اللي هو يرضي الاطراف الكل. بما انه السيد الامين العام اعلن على انطلاق الدروس اليوم ولا غدوه واعاده الاعداد، وبالتوازي سيتم الانطلاق في حوار مسؤول مع الحكومه لايجاد اجابات لكل المطالب المتعلقه بالمربين. قلنا والله الامور باهيه، مع توالي الزمن ومتابعة المواقف بدينا نخافوا، واليوم وصبنا بالصلمة بارد. معناتها اليوم وقت لقينا المدارس نتاعنا مسكرة بهذا المعنى، مش محلولة، محلولة هي لكن مسكرة ما فماش دروس، كمان كانت خيبة أمل كبيرة، وصبنا بنوعا ما من الأحباط على خاطر كنا نتصور وكنا نتمنى أن أولادنا يرجعوا المدارس. تبقى أحنا في نفس السياق ونقولوا أحنا اليوم فما اجتماعين مبرمجين، اجتماع الكتاب العام الجامعة العامة للاتحاد التونسي للشغل، الجامعة العامة للتعليم الثانوي مع هيكلها الجهوية، واجتماع ثانية في العشية مع المكتب التنفيذي للاتحاد مع وزارة المالية، هذا حسب ما تم الإعلان عنه البارح. نتمناه أنه في الساعات القليلة اللي قادمة دي يتم الإعلان الرسمي معناتها من طرف كل المسؤولين المعنيين الحكوميين الحكومة والنقابة عن انطلاق الفعلي والقرار النهائي بالنسبة لعودة الدروس لأولادنا. معناتها غدوة كان عشنا إعادة الأعداد، والأعداد على خاطر شوف احنا ربما نواصل في كلامي، راهو مثلنا أيام على انتهاء السنة الدراسية، مثلنا أيام على الامتحانات آخر السنة، خاصة امتحان النظام وامتحان البكالوريا. هل يلزمنا نخمو ايش يلزمنا من 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 جمع نقول أنا المجهود، تجميع المجهود باش نمكن أولادنا باش يحضروا بالطريقة التي هي تضمن لهم أكثر ما يمكن من حدود النجاح؟ معناتها عمل كبير مش شوية. أي بيسي رضا، هو راهو الإشكال اليوم يمكن أنه الأزمة تتحل، ويمكن أنه زاد الأزمة تتواصل وكل طرف يتشبث بالموقف نتاعو. اليوم اللي سائل أني أسأل الجمعية اليوم، خاصة لأنه بعض يقول اليوم ربما الجمعية زاد عندها دور كبير في الضغط على الأطراف الزوز أنهم يلقاوا الحل النهائي. شو
شوف شوف تبارك الله، وقت نحكي ونحكيو مع رئيس الجمهورية، نحكيو مع رئيس الحكومة، نحكيو مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نحكيو مع رئيس مجلس النواب، نحكيو على مسؤولي البلاد. اليوم عدم وجود الحل غير مقبول وغير معقول وغير مسؤول، فهمت؟ على خاطر اليوم ما نصوروش أنه المجتمع التونسي مازال يتحمل خبر سيء، ما نصوروش. أنا واحد من الناس كمواطن اللي قاعد نشوف فيه هو ديجا هو يعيش في حالات الإحباط والفرحة اللي فيها الإحباط. دونك اليوم نتصور أنه المجتمع التونسي والعائلات مابقاش نجموا يتحملوا أكثر من اللي يتحملوه، خاصة في الوضعية هذه اللي بدأت بوادر الفرج تظهر وبدأ الأمل يرجع وبدأت نقول أنا بدأوا يحسوا أنه فما حل. اليوم إذا شنفاجئوهم، على خطر اليوم إذا شنفاجئوهم بعدم الوصول إلى حل وبأس المصير. ما احنا شوف هنا ما نعرفش انا اذا يعتبروا انه المجتمع ينجم يتقبل خبر سيء كما الخبر هذا. اخويا هما يعرفوا، انا ما نصورش، انا احذر نقول يا ناس انتم مسؤولين يلزمكم تحتسبون ما لا يجب احتسابه. اليوم يلزم الانسان لو ريسبونسابل يلزمو الدوا بريفوار لو بير، فهمت؟ واحنا اليوم يلزمنا نكون واعيين وعون بالشيء هذا. انا كنت مسؤول ونعرف اش معناتها المسؤوليه. اليوم ما يلزمناش نقولوا احنا امبوس اوبو، تلز الانسان الى اخر ما ينجم يتحمله، دونك تلزوا الى الخطا، وهذا ما يلزمناش احنا نلزوا المجتمع والاولياء والتلاميذ الى الخطا. هذا اللي نتمناه احنا انا من كل المسؤولين المعنيين، وخاصه في الوضعيه هذه، خاصه وقت اللي احنا طمناهم ب وجود حل وبقرار حل. واضح واضح. يعطيك الصحة سي رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، مرة أخرى على تدخلك معنا. مكملين مع الموسيقى بعد شوية كالعادة، الصغيرات مع سحرورة.